صحيح تعرض عليا باش نكون في المسابقة الرسمية. كان حصل واحد سوء تفاهم مع مهرجان الناظور، كنت أعطيتهم الكلمة أنني نكون معهم في المسابقة الرسمية اللي غتكون إن شاء الله في الأسبوع الأول من شهر ماي. ومنين اتصلوا بيا الناس ديال مهرجان وجدة، قلت لهم مرحبا أنني نكون في المسابقة الرسمية وكنت فرحان، لكن الناس ديال الناظور ما حبوش يكون الفيلم. عطاوني الاختيار بين نختار بين مهرجان وجدة ومهرجان الناظور. انا احترمت الكلمة ديالي معهم لانها كانت هي الاولى، تونجاجيت معهم هما الاولين، واعتذرت الناس ديال وجدة. لكن انا صراحة اللي اقترحت عليهم نكون خارج المسابقة الرسمية، لان بالنسبة لي انا كمخرج الفيلم يتعرض وعند اكبر عدد من الجمهور هو اكبر حاجة كنطمح ليها اكثر من اي شيء ثاني. وبالنسبة لي كان واحد رد الفعل جميل من طرف الجمهور، وده في حد ذاته راه جائزة حصلت عليها. بطبيعة الحال اختياري، لأن المخرج فاش كيكون قريب من واحد الثقافة معينة كيعرف مع من كيتعامل. أنا الفيلم ديالي موجه بالدرجة الأولى للمجتمع المغربي لأنني مغربي وقريب من المغاربة. حاولت على حسب وجهة نظري أنا وقناعاتي الشخصية، حاولت نتكلم لغة المغاربة لأنني بغيت نوصل لأكبر عدد من الجمهور. ما غاديش نقول لك بأنني ضد المشاهد الإباحية أو ضد الألفاظ يعني النابية الحادة، أنا ماشي ضد هذا الشيء نهائيا، لأن السينما كتبقى سينما. ربما أن هذا الموضوع اللي عندي في هذا الفيلم حاولت ما أمكن أنني نوصل لواحد العدد كبير من الجمهور. داكشي علاش حاولت نكون حذر في اختيار الكلمات، وكنظن أنني توفقت فيها لأنه فعلا عندي كلمات حادة وتم قبول ديالها من طرف الجمهور. وحتى أنا شخصيا في العرض الأول للفيلم يعني استدعيت كل عائلة، منهم الوالدة ديالي اللي عندها 84 سنة، الله يطول في عمرها، الوالد توفى الله يرحمه. كون عرضت عليه، عرضت على الأخوات ديالي، على بناتهم، ما كانش عندي مشكل، لأني داكشي طالع عن قناعة، هذاك مجتمع، هذيك ظروف كنعيشوها. وما ننساش بأنني نشير الفنان الكبير عبد الله الشاكري اللي كان ديالوجيست في الفيلم واللي لعب واحد الدور كبير في ذاك الحوار الجميل اللي كان في الفيلم، لأنه خدمنا على الحوار يعني أسابيع قبل ما نبداو التصوير. عنوان الفيلم مسافة ميل بحذائي، ربما كتنطبق حتى على تجربتي مع هذا الفيلم، لأنني فعلا عانيت بشكل كبير. كفي أنني نقول لك الفكرة ديال الفيلم بدأت من 16 ماي 2003، يوم الانفجارات اللي حصلت في الدار البيضاء، وفكرت في أطفال الشوارع لأنهم غير مؤطرين وغير يعني بدون تعليم، بدون أي وصاية. هاد الأطفال من غير يكبروا شنو غادي يكونوا بالنسبة للمجتمع؟ غيكونوا مواطن خطير على المواطن العادي. باش نبقى خدام على فيلم وما عندي حتى شي أمل أنني غادي نديره، هذا في حد ذاته درس ليا ودرس للشباب، أنني فريمون كنت كنخدم وما عنديش ولو بصيص الأمل أن شي نهار غادي ندير هذا الفيلم. وبقيت خدام عليه لأنه كان ديما ذاك الحلم كيراودني. كنت ربما كيقول لك لو تسمع صوتك الداخلي تقدر توصل للهدف ديالك في الحياة. ربما شي حاجة لداخل كانت كتقول لي بأن هذا الفيلم راه غادي يخرج واحد النهار، باش يبدأ في 2003 ويخرج في 2016، هذا في حد ذاته مدة طويلة. ولكن لا مش لا
لا نهائيا ماشي عائق مادي. الوقت اللي بديت كنفكر في الفيلم كنت هاوي مسرح، كنت كندير المسرح مع مجموعة من الشباب العرب في كندا، وكنت كان من الكتاب ديال السيناريو وكنشارك في الإخراج، وكان لحقاش كنا حنا شي خمسة، مجموعة مسرحية فيها خمسة الناس، وكنمثل، كنت كنمثل انا والصديق ديالي. الا درتي الاسم ديالي سعيد خلاف في يوتيوب غيبانوا لك الفيديو ديالي في على خشبة المسرح. وكنت كنستعد باش نلتحق بمدرسة سينمائية بين 2003 و2005. وكان عندي داك الهاجس انني غنتخرج من مدرسة سينمائية، خصني ندير الاخراج، خصني، كان داك التكوين الاكاديمي والتجريبي كان على جنب، ولكن في نفس الوقت كان مرافقه هذا الفيلم. وهذا الفيلم ما تكتبش غير بوحدو، كنت كنكتب مشاريع اخرى بالتوازي، ولكن هذا الفيلم كان ديما كنرجع ليه، وكدوز احيانا كدوز سنه سنه ونصف ما كنمسوش، غير محطو تما، لانني كنت كنكتب للمسرح، كنت كنكتب لواحد البرنامج تلفزيوني على الجاليه العربيه المقيمه بمقاطعه بريتش كولومبيا لمده سنتين، كنت كندير الاخراج، المونتاج، الكاميرا، كنت انا وصديق فلسطيني كان مشرفين على هذا البرنامج. وفي نفس الوقت كنت التحقت بالديبارتمون ديال الكاميرا، وليت بديت بكاميرا اسيستون من كاميرا تريني، يعني من باقي كنجمع لي كابل وكندير الكلاب وكندير داك الشيء باش ناخذ تجربه ديال لي برودكسيون. وكانت هذه التجارب توازي مع دي كور ميتراج اللي درت في نفس الوقت، كل هذه التجربه كانت غاده كومسا، وكان هذا الفيلم غادي اون باراليل معاه. اول نسخه في هذا الفيلم كانت جاهزه في 2009، بديت كندق على البيبان في المغرب، كتبت المخرجين مغاربه، او بالاحرى درت اعاده كتابه السيناريوهات ديال المخرجين المغاربه، جوج لمحمد عبد الكريم الدرقاوي وواحد لسي محمد الكرات. هادو ثلاثه لي تيليفيلم اللي ديجا يعني تنجو وخرجوا ولقاو استحسان عند الجمهور. يعني كيف ما قلت لك كان اكثر من مشروع انا كنكتب في نفس الوقت، ولكن كان هذا هو الحلم الكبير عندي انني ندير فيلم. كما سبق الذكر يعني عشت مع هذا السيناريو لسنوات. صدقيني الا قلت لك كنت كنبكي وكنت كنضحك فاش كنت كنكتب. عز عليا نخدم بالليل، كنخدم بالليل، ما كنقدرش نكتب بالنهار فاش كنكون بوحدي وداك الثقيل وهذا، كناخذ راحتي نبكي، كينزلوا ليا الدموع، كنضحك، كنعيش مع دوك الشخصيات. وليت احيانا كنوصل داك الهلوسه ديال واش انا عايش وسط هادشي، واش هادشي حقيقه انا وسطو، كنشوف الشخصيات، كنشوف الاماكن، كنشوف الملابس، كنشوف كلشي، كنت قريب من السيناريو بواحد الشكل كبير. دونك فاش بديت كنبغيت نبريباري الفيلم، عندي الفيلم في دماغي، شايف الشخصيات، شايف الملابس. كنتذكر السيدة أنيس الرقاب كنبلغ ليها السلام، كانت في الديبارتمون ديال الكوستيم، فاش كنبقى نطرح عليها شي حوايج ديال الكوستيم كانت كتجيها غريبة، لقاش أنا كنت كنشوفهم، كنت كنقول لها اش بغيتي يلبس، اش بغيتي يدير، ميم كنت كندخل في لي كولور، كنقول لها كنشوفوا بهذا اللون، كنشوفوا بهذا اللون. ورحبت بالاقتراحات ديالها لأنها إنسانة جميلة وفنانة، كنبلغ لها التحية. وكذلك الديكور كنت والشخصيات، وكنت كانت عندي تلقائيا جواب لكل سؤال، لا من طرف الممثلين ولا من طرف التقنيين، ربما لأن الفيلم كان مونطي في دماغي قبل ما نبدا التصوير. في السؤال ديالك كاين واحد الكلمه اللي هي جد مهمه، حالفني الحظ. هاد الكلمه هي اكثر كابوس عندي، يعني التتويجات اللي حصلت عليها لحد الان 8 جوائز في 3 مهرجانات. في الاول فرحت، دابا مبقيتش كنفرح، دابا كل مره كنحس بمسؤوليه اكبر، لان صعيب في بدايه المشوار نتحط تحت الاضواء، غنكون مراقب ومنتظر شنو غادي ندير في المشروع الثاني. لان وهذا هي اكبر، يعني بحال تقول غتخلق لي ستريس عندي في اختيار الموضوع وفي الطريقه ديالو، وما باغيش نعاود راسي، ما
ما باغيش نعاود ندير بحال هذا الفيلم، باغي نعاود ندير ستيل جديد، اخراج جديد، موضوع جديد، و اونجل داتاك، يعني كيفاش غادي ندخل لهذا الموضوع من اي زاويه المعالجه. شكرا. اما كيفاش غندخل ليه؟ هذه في حد ذاته مسؤوليه حاس بها، والتحدي اللي عندي هو انني ما نتلقبش بانني حلفني الحظ في المشروع الاول، بانني فريمون انا كنت عارف اش كندير، وكانت عندي وجهه نظر ديالي ووصلت للشاشه، الوجهه نظر اللي كانت عندي في الخيال وصلت للشاشه، وهذه هي اكبر قنطره كيمر منها المخرج. كيف ما قلت لك تخرجت في 2005 وما عملت اول فيلم تصوير ديالو حتى 2014. هاد السنوات كلها كتبت مواضيع كثيره، عندي نوعا ما كتابه ديال الافكار، كاين السيناريوهات جاهزين، كاين دي تيليفيلم جاهزين، لانني مهوس بالكتابه، كنكتب ديما. قبل هاد التكنولوجيا الجديده انا تلقاي جيبي ديما عامر بالوراق، كنكتب في اي بلاصه، كنكتب في القهوه، كنكتب في البيرو فين كنت خدام، فين ما هذا كتجيني شي فكره كنكتب. دونك عندي مجموعه من الافكار، اختاريت موضوع، دابا انا الان اختاريت موضوع، وانا الان بصدد صقل واحد السيناريو اللي كتبته واحد السنوات هذه، وكنتمنى من الله ما يحشمنيش ان شاء الله. كانت يعني نوعا ما احباط. كاينين جوج الانواع ديال النقاد، كاينين النقاد اللي غنهضر عليهم هما الاولين اللي حنا كنتمناوهم اللي هما يكونوا في السوق واللي هما اللي نسبعوا منهم، النقاد اللي المخرج كيتعلم منهم. لان كيف ما كان هذه بدايه، كيف ما كان هذه خطوه، فيها نقط القوه وفيها نقط الضعف. بالنسبه لي انا نشوف هذا الفيلم ديالي دابا شفتو تعطيني فرصه نعاود بحاله ندير احسن منه. انا دابا كنشوف شي حوايج نقدر نديرهم احسن. يعني فاش كيجيك ناقد سينمائي وكيدير لك واحد تحليل الفيلم وكيدير لك نقط القوه ونقط الضعف والنقط اللي تقدر او كيقترع لك زوايا ديال كيفاش تشوف شي موضوع انت ما خطرتش لك على بالك، هادو هما النقاد اللي كنقلبوا عليهم، ماشي ناقد سينمائي المقال ديالو من ا تل زد كيعير فيك وكيستهزئ منك وكينقص منك. هذا كيعملوا احباط، وبحال هذا النوع ديال النقاد كيتحطوا على جنب، كنقرا سميه المقال ما كنقراش مقاله نهائيا. ولكن دابا الناس اللي تلاقيت بهم، مثلا نقول لك انا بين العرض ديال طنجه والعرض ديال مهرجان الحسيمه 3 دقائق نقصوا من الفيلم، بركت مع ناس داروا لي دراسه للفيلم، اقترحوا عليا شي حوايج، رجعت للدار درت المونتاج، بانت لي عندهم الحق، ما غنبقاش انا مقصح راسي ونقول لا هادو ما حملوش ليا الفيلم موضوعي. ونقصت 3 دقائق لا فيرسيون دابا على فيرسيون ديال طنجه، والفيلم تعرض في الحسيمه خدا جائزه الاخراج وتعرض في وجده وشتي لا رياكسيون ديال الجمهور. حطيت واحد الناس شافوا الفيلم في طنجه وشافوا الفيلم في الحسيمه، منهم سي هشام بهلول ومنهم منال الصديقي، سولتهم قلت لهم حسيتوا بشي فرق؟ قالوا لي لا، الفيلم بقى هو الرساله بقات. يعني انا كانت عندي في الفيلم شي حاجه زايده ما كانش عليا خصني نديرها. هادشي اللي كنقلبوا عليه حنا المخرجين، كنقلبوا على بحال هاد النقاد، ماشي كنقلبوا على نقاد كيعيروا، على نقاد كيستهزئ منك، على نقاد كيقلب لك على نقاط الضعف ويبقى يعير فيها. هاد النقاد هادو ما محتاجينهمش، يكفي اننا عندنا مشكل القاعات ما عندناش بزاف، يكفي يبقاو يهربوا الناس ويكرهوهم في السينما، ما خصناش بحال هاد الاصوات، هاد الاصوات غير يخليوها عندهم. محتاجين ناس مثقفين، ناس فاهمين السينما، وناس عندهم غيره على السينما المغربيه. كان معايا منتج كندي، كان غيكون كو بروديكتور معايا في الفيلم، قرا السيناريو في 2010
وحب الفيلم وبغى يخدم معايا، لكن انا ما خديت البطاقة المخرج حتى 2012 تقريبا، ما خديت الدعم حتى 2013. سنوات طوالت بزاف، ولقيت الوقت اللي غندير انا الفيلم لقيته هو مونجاجي في دي كون بروجي، وما كتبش اننا نخدمه، لكن بقات عندي علاقه به واتصال به، وهو الان كي في اتصالات باش الفيلم يتعرض في كندا. دونك عندنا مشروع انه يتعرض في كندا، وعندنا مشروع يتعرض في امريكان، وكنتمناو نلقاو هذه الفرصه ان شاء الله. سؤال صعيب، غادي نتحفظ لان الجواب ديالو شويه يدير. لقيت يعني بصراحه السينما المغربيه بقى ما وصلتش فين خاصها توصل بالمقارنه مع الامكانيات اللي عندنا. تقريبا احنا البلد الافريقي الوحيد اللي عندنا الدعم السينمائي. مصر ما عندهاش الدعم السينمائي بحال اللي عندنا احنا. هاد الفرصه اللي عندنا احنا في المغرب ما كايناش في شي دوله في افريقيا، ورغم ذلك بقى السينما عندنا نوعا ما محصوره في واحد المستوى معين، باستثناء عدد قليل من بعض المخرجين اللي كنامن بهم. نعطيك مثال، مثلا كاينين دول ما كتسمعش عليها كاع في الساحه الفنيه وصلوا لمهرجانات كبيره، وصلوا لي زوسكار. الجزائر واصله لما خانتنيش الذاكره 4 أو 5 المرات لي زوسكار. الجزائر اللي كينتجو فيلم ثلاثة أربعة الأفلام في العام. يعني شنو هو المشكل عندنا وفين كاين المشكل في السينما المغربية؟ ما نقدرش، ما كنضمش راسي أنا في موقع أنني نحدده.